اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابائي ولاية اليزي، ولاية تمر راست، ولاية عين صالح، بك في احضان ولاية جانت. وعندما نقول جانت اكيد كلكم تعرفوا ما هي المحبة والمودة الخالصة والخاصة اللي نكنها لهذه المنطقة هذه، وكثير منكم استقبلتهم في داري، وكثير منكم نعرفهم. منطقة غالية على الجزائر بصفة عامة، وغالية علي أنا أكثر. الظروف اللي جيت فيها هذه تاع انتخابات ما هيش ظروف اللي نوعد فيها بمشاريع ونوعد فيها بكذا، لأنها تتطلب زيارة أخرى إن شاء الله اللي نتكلم فيها على التنمية ونتكلم فيها على ولكن هذا ما يمنعنيش باش نشكركم على الاستقبال الحار هذا الأخوي، وكذلك أن نوعدكم إن شاء الله إلى ربي سهل في الأمور. أنا ماذا بيا يكون اجتماع مثل ما راه اجتماع جهوي اليوم تاع الأعيان الشباب، يكون اجتماع جهوي تاع الإطارات. عمل مرشحنا الكثير، أنجز الكثير، إنما رغبت منه أن يواصل هذا المشوار، وبعد التماس كل فئات الشعب، كل مواطنين، كل أحزاب، معظمهم أراد إلا أن يسير في هذا المشوار وأن يحقق ما لم ربما يحققه، لأنه يريد أن يضع الجزائر في قاعدة صلبة تمكنها من الانطلاقة الفعلية دون التقهقر ودون الرجوع إلى الوراء. رغم كل الصعوبات رجع ثقة أساسا من خلال إنجازاته، رجع ثقة ما بين المواطن وما بين المسؤولين، هذه في حد ذاتها جد مهمة. واليوم نحن نشوف القطر الوطني شرقا شرقا جنوبا، شرقا غربا جنوبا شمالا، رانا نشوف هذا الالتحام وراءه وهذا الابتهاج وهذا الحضور كل هذا باش يكون ما كان يكون لو كان ما شافوش الراجل المخلص وذي ذوي ذي نية صادقة